احنا يعني خلينا نتجاوز موضوع الكشف عن الاخطاء، خلينا نروح منطقه الحلول. انا اتمنى ان وزاره الاقتصاد تدخل على الموضوع لتنقذ ما يمكن انقاذه لمقدرات الاقتصاد. تدخل في اي موضوع بالتحديد؟ موضوع التمويل، موضوع الرسوم الاراضي. هذا الموضوعين ترى مرتبطه مع بعض. لا يمكن الاخ سيف تكلم انه عن منجزات المرحله الاولى، منجزات المرحله الاولى ان كانت تراها وزاره الاسكان كبيره جدا فهي لا تكاد ترى امام ازمه الاسكان الموجوده عندي. بس يعني بدينا لا ما في بدينا. 100,000 اسره سكنها وزين يعني. لا انت تتكلم على 1,200,000 وانت تتكلم على تدفق زواجات وتاسيس اسر جديده، وانت تتكلم على اكثر من 500,000 متقاعد الى الحين ما محصلين سكن، انت تتكلم على تراكم 30 سنه على 25 سنه. لا تجي تقول لي 300,000 ولا تجي تقول لي 200,000 وانا اوعدكم خليهم 500,000. وكل الحلول اللي تتكلم عنها وزاره الاسكان مع احترامي وتقديري 99.9 تمويل، كلهم يتكلمون تمويل تمويل قروض وش ذا؟ انا مشكلتي ما هي تمويل، هذه انا اقولها لك من 3 سنوات، مشكلتي التمويل هي جزء وليست كل المساله. التمويل في عام 2011 لما ارتفعت القروض العقاريه حق الصندوق العقاري من 300 الى 500,000 فورا، وخالد ينفي لي اذا كنت انا كذاب، 100% ارتفعت الاسعار. الحل انت لما تزيد القروض، لما تزيد المحفزات الاسعار تزيد. احنا عندنا معليش بعض تجار الاراضي يعني يرون عمليات الاصلاح اللي تتم عندنا في البلد والنهضه اللي قاعده تصير، وما يقول لا كل شيء يصير الا تنزل الاراضي حقتي الا ذا الا، كانه يقول اذهب فاذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون بنقعد لك عند 20-30 ابو 2000 ان شاء الله نلقاه ب 8,000. يا حبيبي معصي، انا اقول لك باختصار بسيط القروض بالشكل الموجود اليوم هي حل جزء، لكن انك تستقطع 60 الى 50% من دخل المواطن حرام عليك يا اخي، انت تحرم البلد، تضر القطاع الخاص، تضر الاقتصاد كله. فتدخلي وزاره الاقتصاد، ادخلي عليهم، علميهم، اقعدي مع مؤسسة النقد، تعالي يا محافظ مؤسسة النقد، تعالي وزير الاسكان، ترى اللي قاعد تسوونه يسوي كذا في الطلب الاستهلاكي.